أخذت من الشخص المتسلل وهو رهن التحقيق واعترف بعلاقاته مع الزرقاوي، ثم هذه الرسالة كما أدلى بخبراء أنه من كتابة الزرقاوي وأسلوب الزرقاوي وأسلوب هذه الجماعة. وقد سمعنا كثير من التعليقات وردت عن أن السيد بريمر صرح بخلاف هذا الأمر وما أشبه. في الحقيقة كان السيد بريمر صباح هذا اليوم في مجلس الحكم، وكانت المسودة بهذا النص، وهو قال أنه بشكل عام يتفق مع كامل هذه المسودة ويؤيدها ويراها جيدة. ولقد قلنا مرارا أن نتائج ما يصل إليه الوفد ليست ملزمة إلزاما قانونيا للشعب العراقي، وإنما هي مشاورة بين مجلس الحكم وبين الوفد. How serious an option is this?